في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية المحتلة من قبل الصين. تقوم السلطات باعتقال الأشخاص في سجون يطلق عليها مراكز التأهيل والتعليم الثقافي، بحيث يصبح الأطفال بلا وجود أولياء أمور، ويتم اقتيادهم قصرا من الشوارع ووضعهم في دور للأيتام. ولقد أصبح عدد الأطفال الذين فقدوا عائلاتهم كبيرا جدا، ولا تستوعب دور الأيتام هذه الأعداد الكبيرة. ولذلك قامت الحكومة الشيوعية الصينية ببناء 18 دار للأيتام مؤخرا لتعليم الأطفال مبادئ الحزب الشيوعي الصيني وتغيير معتقداتهم الدينية. وفقا لتقرير هاربين أستانا في 10 يوليو، قال محافظ البنك المركزي في كازاخستان في اجتماع للحكومة في النصف الأول من عام 2018، كان معدل التضخم في كازاخستان 2.6% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وقد انخفض معدل التضخم السنوي إلى 5.9% من 7.1% من نهاية العام الماضي، ومن المتوقع أن يبقى معدل التضخم في حدود 5-7% عام 2018. ووفقا لمحافظ البنك المركزي، يعتبر التباطؤ التضخم أحد العوامل الرئيسية التي تجعل البنك المركزي يقلل سعر الفائدة. ومنذ بداية العام خفض البنك المركزي سعر الفائدة 4 مرات، وانخفض في الآونة الأخيرة إلى 9%. قرر النيتو زيادة احتياطاته ضد التهديد لتركيا من الحدود الجنوبية، وأعلن التحالف في اليوم الأول من قمة رؤساء حكومات الدول الأعضاء في حلف الناتو في بروكسل ببلجيكا وضع 23 شرطا من حلفاء الناتو لمواجهة التهديد الذي من الممكن أن يزداد على الحدود الجنوبية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وأصدر بيانا قال فيه إن الناتو سيواصل التركيز على تركيا من الجانب السوري، وسيتخذ احتياطات من وقوع هجوم بصواريخ باليستية، وسيعمل حلفاء الناتو متحدين في مواجهة التهديدات والتحديات. وافق مجلس الشيوخ الإيرلندي على قانون يحظر استيراد أو بيع السلع والخدمات المنتجة في الأراضي المحتلة، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بموجب القانون الدولي. وقد حصل أعضاء مجلس الشيوخ المستقلون على دعم الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد. في اجتماع أعضاء دول حلف الناتو في 11 يوليو، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمانيا بادعائه سيطرة روسيا عليها بالكامل، وقال إن الولايات المتحدة محمية وينبغي الاحتراس من روسيا وألمانيا، وقد وقعت روسيا صفقات إمداد للطاقة وستحصل على مليارات الدولارات كل عام من هذه الصفقات، وسيكون لدى روسيا فرصة كبيرة للاستفادة من تمديدات الغاز الطبيعي لألمانيا.